اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده يا شفنا. معانا سمك البلطي بتاعنا من خير مزارعنا، بنصدره لكل الدين لكل العالم. السمك البلطي دايما بنعمله مشوي رده، زيت وليمون، مقلي، سنجاري. ما فكرناش نعمله اكله عربيه، يعني برياني او كبسه. ايه رايكم؟ مش الشعور وبس اللي اتعمل، مش الهامور بس اللي اتعمل، مش الدراك بس اللي اتعمل، كمان البولت نقدر نستغله في الاكلات العربيه وخاصه في دول الخليج، بما ان احنا بنصدره لدول الخليج. البولت معانا النهارده هنعمله برياني بالطريقه المغازي، معاها رز بسمتي ومعاها زبيب وجزر والبهارات العربيه اللي بتدي اللقب للاكل العربي، اذا كان الحبهان او اللومي او القرفه اللي هي الدرسين. معانا الجندفلي النهارده اللي هي العرايس، اللي هو نقدر نقول بلح البحر، ولكن الجندفلي مسمى للشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه. هنعمله شوربه النهارده بالكرفس مع الكريمه، حاجه لطيفه وجميله. لما نعملها شوربه هنشرب الشوربه ونسيب الجندفلي. اما البطاطس والتونه لنا موقف معاها لكبار السن والاطفال واللي مش بياكلوا السمك، يقول لك احنا مش بناكل سمك بس ممكن ياكلوا تونه، ياكلوا جمبري، فنعمل لهم النهارده التونه كفته. كفتة التونة بالبطاطس على طريقة الخاصة، نعملها ازاي ومتفكش منك وتاكلي صوابعك وراها. تعالوا نعمل شوربة الجندفلي مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة. معانا الجندفلي ومعانا الكرفس، ده مش هياخد مني غير 3 دقايق، لكن لازم تكون الطاسة شديدة الحرارة. معانا شوربة السمك بتغلى على النار، معانا فص التوم جاهز، معانا الكريمة اللباني جاهزة. بنحط الأول معلقة زيت معاها مكعب من الزبدة. خلي بالك التومة هنا ما تتحمرش عشان ما تمررش الجندفلي بتاعك. وأنا بحمر التومة بنزل بالكرفس، الله، بنزل بالبهارات بتاعتنا، فلفل، ملح، بابريكا، شوية زعتر حلوين، نغذي التومة بقى عندي طعم. فاكرة ولا ناس؟ أقولك فاكرة الشوربة اللي عملناها في البداية، شوربة السمك من رؤوس السمك، من ديل السمك، من خياشيم السمك، وانت واقفة في المطبخ الطعم يطلع من بين أصابع إيدك العشرة. هو ده. خلص الكلام، ناخد الجندفلي بتاعنا نسقطه في قلب الشوربه دي وخلصت الشوربه. الصوت يجوع، خلي بالك ده لازم يتغسل كويس ولازم تراجعي عليه كويس وتشيكي عليه كويس، لعل وعسى يطلع لك واحده ميته فيها رمله سودة تبوظ لك كل سفره السمك. لو انت عامله الحوت على السفره باظت من واحدة بس، خلي بالك، أو عاملة شوربة سي فود. حلو قوي. نقلب الشوربة دي. خلصت الشوربة واحنا واقفين مع بعض. الله. غلوة ونغرفها. الشوربة معاكي طلعت أسرع من عمايل كوباية الشاي. عايزاها بالكريمة حطي كريمة. عايزاها حمراء حطي معجون طماطم او طماطم معصوره. عايزاها صيامي حطي طماطم، بلاش الزبده اللي انا حطيتها، اختياري انا، بديكي فرص. انا بحبها شخصيا بالكريمه، يبقى عندي كريمه لباني اهي. كريمه لباني على الجندفلي، كريمه لباني على الشوربه، نحطها في حاله الغليان اهي. الف انا وشفا، الله على الشوربه دي. خلي بالك من صوابعك وانت بتشربيها، الف انا وشفا. نغرفها. عملنا البرياني السمك البلطي مع حضراتكم بمدرسه المغازي، الكشنه اللي هي الجزر والزبيب. امتى ضفناه يا عم الشيف؟ زي ما شفنا مع بعض، ده مهم جدا، بنكفور بيه السرفيس بتاعنا. عايز تشوف البلطي تحت تدفع كام؟ عينيا برضو عشان بحبك، بحبك يا اسمراني.
لا ما اقولكش ما اقولكش ما اقولكش اه شوف البياض، شوف الحلاوه دي. بص شفت شفت الفص الابيض ده، الله، مع معلقه رز. شفت الحلاوه دي كده؟ الفانه وشفت. وبقول لي ما استواش يا راجل، يا طيب يا راجل يا طيب. الف انا وشفها. شوربه الجندفل معانا، شوربه الجندفل اغرفها عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي. مكانها هنا حلو، يلا بينا. اللهم صل على النبي. ايه انا عارف انك بتحب الحاجات دي. ألف أنا وشفا. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هو البولتي طلع نزل البولتي، ولكن الخبرة الطهوية والفن الطهوي هو اللي في الطبق قدام حضراتكم. حولنا الأكلة اللطيفة دي وسويناه بالشعور، سويناه بالزبيدي من الكويت وشعب الكويت اللطيف الجميل، سويناه بالشعور. وتحية كبيرة للشعب السعودي، الشعور هناك كتير موجود. وعملنا الجندفلي بالكريمة، وعملنا كفتة البطاطس بالتونة أو التونة بالبطاطس لكبار السن والأطفال، وأوميجا 3 اللي موجودة في التونة أطفالنا وأولادنا محتاجينها على دخول المدارس. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.